يو حبايبنا، اليوم معنا سكن جديد معلم. خلينا ندخل على حدث ما نطول عليك اكثر من هيك. ليتس جو. معلم حماس من اوله معلم. رقم ميوزك معلم، ثواني شوي خلينا نوقف الميوزك معلم، خايف يكون عليها كوبي رايت او شيء. اوكي anyway، مرحبا شباب، كيفكم؟ شباب بخير ان شاء الله. كشتاب شباب، اليوم ما انتم شايفين عندنا السكن اول للفرقه شباب، اول ما ندخل على اللعبه. اوكي مثل ما انتم شايفين فوق حبايبنا، هذا هو السكن الاول موجود من اول ما قلت لكم اول ما ندخل على اللعبه معلم. السلام عليكم شيء واو. خلينا ندخل شباب، ندخل على الحدث ونشوف السكن شو وضعه. ليتس جو. اوكي مثل ما انتم شايفين هاي اول مره شباب. بالنهار هذا نلاحظ على اليمين انه ما في كثير اشياء، يعني انا ماني هل يفهمان الوضع كيف يكون؟ هندخل على المزيد هنا. اوكي الظاهر شباب يعني رح نحاول ان شاء الله نحصل هذا السكين بسهوله، هيك الملاحظ اللي حاسس فهمت يعني باين انه ما في كثير جوائز، ما في كثير اشياء حبيبي والله. اوكي لا طول بالك، نعمل التخطي. طول بالكم شباب، نحاول طبعا. او بنفس الوقت شباب هون عندنا كاتانا معلم شكله حبيبي والله. نعمل هيك، نعمل بلاد تذكري مره اخرى. خلينا ناخذ معلم في لفات ابو 40 معلم. لا معلم شو باللوز، يلا روح. خلينا نشوف البيتز المشتعلة معلم، البيتز المشتعلة معلم، هذا الكلام معلم. طبعا شباب هلا هون معلم خفف المعد في التخفيض. اوكي خلينا نجرب 5 لفات لنشوف حبايبنا. ليتس جو يا زلمه بربك. ترى معلم يعني انا ما بعرف، انا متفائل اليوم، انا اليوم متفائل شباب. راح اجيب السكين. حصلنا على الكاتانا معلم. خلينا نروح نشوف الكاتانا بشكل سريع. تمام تعالوا شباب. لا ضروري نروح نشوف الكاتانا معلم. ترى لا معلم شكله يعني ضروري نروح ندخل نشوفها على السريع. هات نشوف. اوه شباب هي تعتبر اول كاتانا، تمام اول سكين يعني باللون الاصفر، يعني اول كاتانا باللعبه باللون الاصفر شباب، ما في غير الثاني. اوه حبيبي والله معلم، يا سلام. انا شوف معلش كيف شكله، الله. شباب هاي حتى سووني شوي، شوف يعني باللون الاصفر يعني فهمتوا علي كيف؟ اشي باللوز معلم. اوكي خلينا نرجع لورا معلم نكمل الوضع. اوكي الميوزك هذا معلم. اوكي ندخل هون. صح والله عندنا التخفيض. مره ثانيه طلع لي كاتانا، وات ذا هيل. دقيقه 30 دقيقه تخفيض 40%. طب سووني صح، لازم نلف 30 كمان بعدين بيعطينا التخفيض هذا قبل. يا اخي انا قلت لكم شباب، اليوم انا متفائل يعني الصراحه. هذا الحدث انا تخطيت لكم يعني، اول ما دخلت شوف يعني الصراحه حبيبي والله ما اعرف كم كلف لي السكي شباب، يا ما اتذكر يا اخي كم كان معي، كم هذا هو يمكن كلف تقريبا 900 جوهره ولا حبيبي والله. ترى معلم معروف على الزبيط معلم، اكتب لنا بالتعليقات. اوكي والله يعني بالعاده شباب لفيت بوصل فوق 25 وبعدين باخذ تخفيض، ما تخفيض يا اخي. انا 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 اليوم باللوز معلم. حلو خلينا ندخل، لازم معلم لازم ندخل على السكن نشوف شو وضعه حبايبنا. طبعا هذا السكن معلم يعني من الاحداث الايفنت تبع بعد فري فاير. اوكي تو نجي لهون، هات نشوف. شو حركاتك ثواني شوي، مره ثانيه معلم نشوف الوضع. نايس مرتب والله معلم، شيء جميل جدا. هات شوف عندنا هون شباب، طول وين راح؟ حتى معلم لما اختار الحزمة الصغيرة معلم بيعمل لي حركات هذا معلم. ترى والله شباب ليش ما بيحطوا لنا هالرقصات؟ اقسم بالله شباب هيك رقصات ندخل معلم والله، ترى شيء باللوز شباب الصراحة، ليش ما بيحطوا لنا اياها ما بعرف. اوكي سابقا نعمل نفتح الحزمة شباب، ضروري نفتح الحزمة معلم يعني بدون تفكير عشان نشوف. اوه في هون مكياج كمان معلم، حلو. نجي على المود هون، نجي على الحزمة. اوكي عندنا شوي. الشعرات معلم، هي القبعة بتيجي مع الشعرات. لو كانت هيك، لو كانت لحالها كان الامر باللوز الصراحة يعني حبايبنا، وكانت هيك من الشعرات لما يكون شعرات هيك كذا يعني فرق، بس مشكلة هذه هيك معلم، هيك الطاقية معلم، هيك شعرات معلم حبيبي والله. اوكي استنى شوي هذا. اوكي عندنا هنا قناع شباب، قناع كله اخضر معلم يعني هيك، ما هدول نيران ولا شو ما عرفني حبيبي والله. اوكي عندنا شو هذا الميوزك هيك ديكي وقتيست. شباب هون عم يقلنا هون لما اربع اشخاص من السكواد تبعك بيحطوا هذا السكواد بيتس هدول معلم، بتطلع فيه بتطلع شيء ميوزك معلم، تمام
عارف صح، نشوف ان شاء الله مع الوقت. اوكي اساطير، هاي بالنسبه للقناع تبعه معلم. ايش باللوز؟ الجسم الصراحه جسم شباب باين عليه انه كتير 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 خفيف شكله باللعب معلم. اوكي عندنا هون توتال، خلينا نحط نجيب جسم ثاني عشان نشوف البنطال. حبيت اشوف البنطال شباب، نجي لهون هذا هو الجسم. انا خلينا نشوف البنطال، بس البنطال معلم ايش باللوز صراحه صراحه كمان نفس الشيء باين عليه. والله شاب متحمس كثير لندخل نجرب هذا السكين. الحزام علام عبيب ولا شوي كبير، بس يعني اتس اوكي. نجي لهون، سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام، نايس. اوكي شاب ندخل على التدريب نشوف شو وضع هذا السكين معلم. اوكي انا 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 مثل ما يعني مثل يا اخي انا كمان منصدم اليوم، انا منصدم من هالحظ. اوكي روح تمام، مثل ما توقعت والله شباب، مثل ما توقعت السكين خفيف. اوكي شوف لما نمشي معلم، شوف في على شيء شغله بتطلع على السكين تحت. نايس 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 نايس، مع الكتانا كمان معلم. وضعنا اليوم بلوس يا اخي، نار نار عم بيطلع من السكين يا اخي، نار نار وشرا. تعال ندخل نجرب معلم، ندخل نجرب باللعب معلم. مش تاخذ اخذ السلاح، شو بناخذ المره يا اخي؟ ناخذ الام بي 5 معلم، نغير شوي نغير شوي معلم. شوف وضعه، شوف عم بيطلع علامه تحت. نايس اوكي، تعال هون تعال هون يا جميل، اطمانه حبيبي. اوه ديم 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 يا نار معلم، شوف النيران طلع بالحوالين اللاعب معلم، شيء مو طبيعي شيء مو طبيعي. فرج 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 علم، شو عم سمعك بلاك ليك، شو عم سمعك. هبط 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 من بعيد، هبط. حتى الثلج معلم طلع باللوز مع السكين، حتى الثلج طلع باللوز مع السكين. والله شباب ايش باللوز، طلعوا بالك. واو يا اخي وين رايح معلم؟ تعالوا تعالوا تعال 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 نسلم عليك من الصبح. اوكي شباب خلينا نشوف نسلم على هذول معلم على السريع. اللوبي انت حبيبي، كمان على اللوبي باللوز، يلا شوفكم على خير. طلعوا بالك، يلا هلا بنروح معلم. دمكم شوي تبعت. اوكي شباب حابب اشوف شغله زي ما يعني مثل كل مره شباب، حابب اجرب شغله. اوكي اني احط القبعات، كم قبعات اشوف شو في القبعات موجوده. طبعا راح اجرب اول قبعه شباب، يعني بدون 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 اول ورق. اوكي معلم عندنا هالقبعه معلم، شوف السكين شو راح يصير السكين معلم. لا يا اخي خربناك يا اخي، لا يا اخي صراحه يعني معلم السكين يعني القبعه شوي هذا الشعر ممكن في من تكون في من عجبها، بس هي معلم صار سوبر ساين معلم ما يمشي حال. طولوا بالكم حبايبنا، نشوف شو نقدر نحط شباب، اعطوا رايكم بالتعليقات. طولوا بالكم عندنا هالقبعه يا شباب، يعني شوف هيك مثلا هيك قبعه معلم ممكن تكون يعني افضل، يعني لو كان هيك مظبطين الوضع كان ممكن ماشي حاله. اوكي على هالقبعه كمان هي هيك صار وضعه تمام باللوس. عندنا هي كمان، شو هي الخناية والله، شو هالسكين معلم اول مرة اشوفه. اوكي تبع يا زلمة حبيبي والله، بس معلم هالقبعة اكيد راح تكون باللوز معلم باللوز، بس ولكن معلم انا دائما انا اليوم انا هيك انا اليوم هيك شباب، اليوم على اللايف هيك سوف اكون يا ستير. سو ليديز اند جنتلمان اعزائي الكرام، شو عجبكم مقطع اليوم شباب؟ طبعا شباب نزلت لكم مقطع شباب فعالية يعني حبيبي والله معلم، بتمنى كل وصل اللي ما شاهدوا يروح يشوف الفعالية شباب، اعطونا رايكم بالتعليقات شباب اذا تحبوا نكمل بالفعالية. اوكي يا ستير سو بشوفكم على خير، يومكم سعيد، نلتقي باللايف، سلام عليكم.